بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الأولى شعبة محاسبة، بنستكمل مع بعض النهاردة شابتر 7 اللي بيتعلق بالكوست اوف برودكشن أو بتكاليف الإنتاج أو بتكاليف الإنتاج. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند البرودكشن فانكشن، خدنا حاجة اسمها الدايمنشن مارجنال برودكت، وقلنا ان الدايمنشن مارجنال برودكت ده بيعني ان المارجنال برودكت او الناتج الحدي للعمال ايه اللي هيجرى له، هيقل زي ما احنا شايفين كده مع كل زيادة في الايه، مع كل زيادة في التوظيف. يعني كل ما اوظف عمال اكتر الاقي الناتج الحدي بتاع العامل ايه اللي بيجرى له، بيقل. الاقي الناتج الحدي اللي بيجرى له بيقل. طيب نسترجع مع بعض المفهوم ده كده سريعا. عندي هنا في الجدول ده في عندي 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6، عندي 6 أعمدة. العمود الاولاني ده مكتوب عليه النمبر اوف وركرز، عدد الايه؟ عدد العمال. العمود الثاني اللي هو الاوتبوت، كمية الكوبيز اللي انتجت او كمية المخبوزات اللي انتجت، مش موضوعنا هما بينتجوا ايه، موضوعنا ان الكمية هنا قدامي اهي. لما ما وظفتش ولا عامل كان الكمية 0، لما وظفت عامل واحد بقت الكمية 50، لما وظفت 2 عمال بقت الكمية 90. طيب ده اسمه التوتال برودكت. ممكن اجيب منه المارجنال برودكت اللي هو انتاجية كل عامل على ايه؟ على حدة، كل عامل لوحده أنتج كام واحد؟ دلوقتي أنا من غير ما أوظف حد كان الإنتاج كام؟ 0. طب لما وظفت عامل واحد بقى الإنتاج كام؟ 50. يعني العامل الواحد ده أنتج لوحده كام وحدة؟ 50، صح؟ طيب لما وظفت معاه عامل تاني بقى الناتج كام؟ 90. يعني العامل التاني زود لي الانتاج من 50 لكام؟ ل90. يبقى زوده لي بكام؟ من 50 ل90 كام؟ 40. يبقى العامل الثاني انتج لوحده 40 واحد. طيب العامل الثالث زود الانتاج من 90 لكام؟ ل120. من 90 لكام؟ ل120. من 90 لكام؟ ل120. يبقى زود الانتاج كام واحده؟ ب30 واحد، وهكذا. ده اسمه المارجنال برودكت. وقلنا قبل كده في اخر حاجه احنا خدناها في المحاضره اللي فاتت، في عندي قانون اسمه اللو اوف دايمنشن مارجنال برودكت، اللي هو بيقول لي ان المارجنال برودكت اللي بيجرى له ايه، ان هو بيقل زي ما احنا شايفين كده. ادي داله الانتاج قدامي اهي، الناتج الكلي بيزيد، لكن لو رحت للمارجنال برودكت ادي الناتج الكلي بيزيد اهو، لكن المارجنال برودكت اللي بيجرى له بيقل. يعني كل عامل بوظفه بينتج اقل بشويه من العامل اللي قبل منه. ده اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، واتكلمنا عن بقيه الجدول. بنقول دلوقتي الجزء ده متعلق بالانتاج، نشوف ال3 أعمدة التانيين هنلاقيهم متعلقين بالتكاليف. العمود الرابع ده بيقول لي الكوست اوف فاكتوري اللي هو ايجار المصنع او تكلفه المصنع. دي بتكون دايما فيكسد كوست او تكلفه ثابته. يعني ايه تكلفه ثابته؟ يعني تكلفه ما بتتغيرش مع تغير حجم الانتاج. وانس ان انا ماجر المصنع ده ب 30,000 جنيه. انتجت او ما انتجتش، انتجت زياده او انتجت قليل، الايجار لازم يتدفع، ولازم يتدفع بكام؟ بال 30,000 جنيه. لا ازيد ولا اقل. فدي بنسميها فيكسد كوست او تكلفه ثابته. طيب في عندي ده برضو تناولناه المرة اللي فاتت، الكوست اوف وركرز او تكاليف العمال اللي هو الاجور اللي بياخدها العمال. لو ما وظفتش حد هدفع 0 من الاجور، ما عنديش حد اوظفه فبالتالي مش هدفع اجور. طب لو كل عامل بياخد 10 جنيه يبقى انا في الاول هنا هدفع 10 جنيه في العامل الاول، في العامل الاول والثاني هدفع 20 جنيه، الاول والثاني والثالث هدفع 30 جنيه، اول وثاني وثالث ورابع 40 جنيه، اول وثاني وثالث ورابع وخامس 50 جنيه. دي بنسميها variable cost. variable يعني ايه؟ يعني متغير. variable cost يعني ايه؟ يعني التكلفه المتغيره. لا
لو انا بصيت هنا كده هلاقي التكلفه اللي بيجرى لها بتزيد مع زياده الايه؟ الانتاج هنا. تمام؟ فدي اسمها الفاريبل كوست. بجمع الاثنين على بعض، الفاريبل كوست زائد فيكسد كوست يديني التوتال كوست. طيب لو انا بصيت هنا الاقي ان التوتال كوست اللي بيجرى لها بتزيد، بقت 30، بقت 40، بقت 50، بقت 60، بقت 70، بقت ايه؟ بقت 80. يعني منحنى التوتال كوست بيبقى واخد الشكل ده كده. بيبدا من نقطة من هنا اللي هي نقطة الفيكسد كوست اللي هي ال 30 اللي اتكلمنا عليها. المصنع قافل اهو ما بينتجش أي إنتاج وبيتكلف كام؟ 30 جنيه. وبيبدأ تزيد التكاليف مع زيادة الإيه؟ مع زيادة الإنتاج. ده الرسمة اللي إحنا رسمناها، رسمناها منين؟ رسمناها من الجدول اللي إحنا اتكلمنا عليه المحاضرة دي والمحاضرة اللي فاتت. طيب وقلنا التوتال كوست دي احنا قسمناها هنا لايه؟ لتكلفه المصنع اللي هي الكوست اوف فاكتوري، ودي قلنا عليها ايه؟ قلنا عليها انها فيكسد ولا فاريبل؟ قلنا عليها انها فيكسد. فيكسد يعني ايه؟ ثابته. ثابته يعني ايه؟ ما بتتغيرش. وعندي الكوست اوف وركر اللي هي تكاليف العمال او الاجور، ودي طبعا بتتغير مع زياده حجم العمال اللي بوظفهم، لان انا كده بدفع اجور اكتر، وبالتالي دي بنسميها الفاريبل كوست. يبقى التوتال كوست دي بتتقسم لايه؟ لفيكسد والفاريبل. جزء فيكسد، جزء ثابت بنسميها الفيكسد كوست، وجزء تاني اسمه الايه؟ الفاريبل كوست. اهو. فهنا بيقول لي كوستس التكاليف، ماشي؟ دي حاجات بتيجي مثلا في الصح والغلط في الامتحان. كوستس اوف برودكشن، تكاليف الايه؟ الانتاج. مي بي ديفايدد انتو، ممكن ان هي تتقسم ليه؟ ديفايدد يعني بتتقسم، انتو يعني ليه؟ فيكسد كوست تكاليف ثابتة، فيكسد هنا يعني ثابت. فيكسد كوست يعني تكاليف ايه؟ ثابتة. وفاريبل كوست، فاريبل كوست يعني تكاليف ايه؟ متغيرة. يبقى التوتال كوست بتتقسم لفيكسد كوست والايه؟ والفاريبل كوست. أهو. إيه هي الفيكسد كوست؟ إيه هي التكلفة الثابتة؟ ار ذوز كوستس، هي التكاليف ذات دونت فاري. فاري يعني بتتغير. don't vary يعني ما بتتغيرش، التكلفة التي لا تتغير. don't vary with the quantity of output produced، مع كمية الناتج. quantity of output يعني كمية الناتج، produced الذي تم انتاجه. يبقى الفيكسد كوست عبارة عن ايه؟ ديت عبارة عن التكلفة اللي ما بتتغيرش او التي لا تتغير مع تغير حجم الايه؟ الناتج. طب الفاريبل كوست اقراها كده معايا. variable cost are those costs، هي تلك التكاليف that do vary، بتتغير. بتتغير، هي تلك التكاليف التي تتغير مع ايه بقى؟ with the quantity of output produced، مع كمية الناتج الايه؟ المنتج. مع كمية الناتج الايه؟ المنتج. تمام؟ طيب يبقى total cost هقسمها اللي هي ايه؟ اللي هي اسمها توتال فيكسد كوست. توتال فيكسد كوست دي اللي هي توتال كوست، تمام كده؟ بتتقسم لتوتال فاريبل كوست، تمام كده؟ وتوتال فيكسد كوست. التوتال كوست اهي بتتقسم لايه؟ لتوتال فيكسد كوست وتوتال ايه؟ فاريبل كوست، تمام كده؟ طيب توتال فيكسد كوست لو خدت الثلاث حروف الاولانيين، اول حرف من توتال ايه؟ تي. ثاني حرف او اول حرف اسف من الكلمه الثانيه اللي هي فيكسد ايه؟ اف. والكلمه الثالثه بتبدا بايه؟ بسي. اصبحت تي اف سي، يبقى ده الابريفيشن بتاعها او الاختصار بتاعها، توتال فيكسد كوست. توتال فيكسد كوست تي اف سي يعني توتال فيكسد كوست. طيب توتال فاريبل كوست الاختصار بتاعها هيبقى ايه؟ تي في سي. طيب والتوتال كوست الاختصار بتاعي يبقى ايه؟ تي سي. يبقى التوتال كوست اللي هي التكلفه الكليه بتساوي توتال فيكسد كوست زائد الايه؟ زائد التوتال فاريبل كوست، بتساوي توتال فيكسد كوست زائد الايه؟ توتال فاريبل كوست. لو انا جيت خدت مثال على انواع التكاليف المختلفه،
انا عندي هنا مصنع لانتاج العصير، ماشي. المصنع ده دي كميه الانتاج، العمود الاولاني ده كميه الانتاج بالوحدات، وحده 2 3 4 5 6 لغايه 10، ودي التوتال كوست، ودي فيكسد كوست، ودي الفاريبل كوست. ناجل الاربع اعمده دول شويه، هنتكلم عليهم بعد شويه. تعالوا نشوف كده التوتال كوست. لما انا ما بنتجش حاجه خالص التوتال كوست بكام؟ بثلاثه. التوتال كوست بكام؟ بثلاثه، تمام كده؟ طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان المصنع قافل، انا بتحمل تكلفه مقدارها كام؟ 3 جنيه. يبقى دي التكلفه اللي هي الايه؟ دي الفيكسد كوست، التكلفه الثابته. ايه هي التكلفه الثابته؟ قلت التكلفه اللي ما بتتغيرش مع تغير حجم الانتاج. يعني حتى والانتاج بصفر هيبقى في عندي التكلفه الثابته موجوده، وهي دي التكلفه اللي موجوده الوحيده لما الانتاج بيكون بكام؟ بصفر. تمام؟ يبقى انا عرفت ان الفيكسد كوست بكام؟ ب 3 جنيه. طيب بقيه العمود ده يبقى كام؟ يبقى برضه 3 جنيه، لان انا عارف ان الفيكسد كوست ما بتتغيرش مع تغير حجم الايه؟ مع تغير حجم الانتاج، يعني انتجت وحده زي 2 زي 3 زي 4 زي 5 6 كلها هتبقى فيكسد كوست واحده. لان انا قلت لكم قبل كده الفيكسد كوست دي زي ايجار المصنع. لو انا مأجر المصنع بثلاثه، سواء كانت ثلاثه دي تشيل 3000 جنيه 3 جنيه ايا كان، ماشي. هل هيفرق انا انتجت كتير او انتجت شويه في ايجار المصنع؟ مش هتفرق، تمام. هل لما انا باجر شقه هل بيفرق الايجار؟ بيفرق لما يكون عدد سكان الشقه كتير زي عدد سكان الشقه قليل؟ مش هتفرق، تمام. هي الشقه بتتاجر مثلا ب 2000 جنيه سواء كانت الاسره مكونه من فرد او مكونه من 10 افراد، تمام. دي برضو الفيكسد كوست، دي التكلفه ذات دونت فاري، يعني ما بتتغيرش، وذا اوت بوت بروديوس مع كميه الايه؟ مع كميه الانتاج. طيب هيديني هنا الفاريبل كوست. طبعا الفاريبل كوست هنا بتبدا من صفر، لان انا لما بمنتجش حاجه خالص انا ما بتحملش فاريبل كوست. خدنا امثله على الفاريبل كوست وقلنا زي الاجره بتاعه العمال. لو انا ما بنتجش حاجه خالص انا مش محتاج عمال، وبالتالي هدفع كام؟ هدفع صفر للعمال. طيب لما زودت الانتاج شويه بوحده دفعت كام؟ 30 قرش، بعد كده 80 قرش، بعد كده جنيه ونص، بعد كده 2 جنيه و40 قرش، وهكذا. هلاقي ان الفاريبل كوست بتزيد مع زياده حجم الايه؟ مع زياده حجم الايه. بجمع الفيكسد زائد الفاريبل يديني الايه؟ يديني التوتال. بجمع فيكسد زائد الفاريبل يديني الايه؟ يديني التوتال، تمام كده؟ طيب الفيكسد قلنا بتيجي ازاي؟ قلنا الفيكسد اول خانه عندي في التوتال كوست لما ما بيكونش فيه انتاج خالص بتبقى هي دي التكلفه الفيكسد كوست اللي عندي، تمام. ادي 3 جنيه وادي كام؟ 3 جنيه. طب الفاريبل كوست، لو انا جيت بصيت هنا هلاقي ان الفاريبل كوست دي التكلفه المتغيره اللي هي التغير اللي هيحصل فين؟ اللي هيحصل فين؟ دي اسمها ايه؟ توتال كوست اهو. يعني 3 جنيه لما انتجت واحده كمان بقت 3 جنيه و30 قرش، التكلفه زادت بكام؟ ال 30 قرش اهي. فاريبل كوست ب 30 قرش. 3 جنيه و30 قرش زادت بقت كام؟ 3 جنيه و80 قرش. تمام كده؟ يبقى احنا زودناها من كام؟ من 3 جنيه و80 من 3 جنيه لكام؟ 3 جنيه و80 قرش اللي هي كام؟ 80 قرش. وهكذا. او ان انا ممكن اجيب الفاريبل كوست عن طريق ان انا اطرح الفيكسد ناقص التوتال. يعني اخد التوتال دي واطرح منها ايه؟ الفيكسد دي. اخد التوتال دي واطرح منها الايه؟ الفيكسد دي. هيبقى هنا 3 ناقص 3 صفر. 3 جنيه و30 قرش ناقص 3 30 قرش. 3 جنيه و80 قرش ناقص 3 بكام؟ ب 80 قرش. 3 4 جنيه و50 قرش ناقص 3 بجنيه و50 قرش، وهكذا. يبقى انا عرفت ان التوتال كوست بتساوي الفيكسد كوست زائد الفاليو، تمام؟
او ان الفاريبل كوست هتساوي التوتال كوست ناقص الايه؟ ناقص الفيكس. سهل الجدول ده؟ يعني ممكن يجي الجدول ده وتيجي فراغات وحضراتكم تكملوه تدربوا نفسكم عليه، نبقى عارفين حاجه زي كده ونبقى عارفين الاسئله ممكن ان هي تيجي ازاي. تمام؟ بنيجي لنقطة تانية اللي هي نقطة الافريج كوست. افريج كوست يعني التكلفة المتوسطة. افريج كوست يعني ايه؟ التكلفة المتوسطة. ايه هي الافريج كوست؟ يعني التكلفة المتوسطة. طب ايه هي التكلفة المتوسطة؟ هو انا دلوقتي لما باجي هنا مثلا اقول انا انتجت 5 وحدات، او انا مثلا هنا في اخر حاجة انتجت 10 وحدات، وكلفوني توتال كوست كام؟ كلفوني توتال كوست كام؟ 15 جنيه. تمام؟ ال 15 جنيه دي تكلفة كام؟ تكلفة ال 10 وحدات. تكلفة كام؟ ال 10 وحدات. طب لو أنا عاوز أعرف تكلفة الوحدة في المتوسط، يعني ال 10 وحدات كلفوني كام؟ 15 جنيه. طب لو أنا عاوز أعرف تكلفة الوحدة في المتوسط هعمل إيه؟ الوحدة في المتوسط كام بتكلفني كام؟ تقول لي والله طالما ان العشر وحدات كلفوك 15 جنيه يبقى اذا الواحده في المتوسط بتكلفني ال 15 على ايه؟ على العشرة، يعني جنيه ونص. فدي بنسميها الايه؟ دي بنسميها الافريج كوست او الافريج توتال كوست. تمام كده؟ لو انا جيت بصيت انا الافريج توتال كوست كام؟ بجنيه ونص. طيب كلمه افريج بقى يعني ايه؟ يعني متوسط. تمام؟ متوسط يعني ايه؟ يعني تاخد القيمه وتقسمها على الايه؟ على الكوانتيتي. ازاي الكلام ده؟ يعني لو انا جاي عاوز الافريج فيكسد كوست دي تساوي الفيكسد كوست على الايه؟ على الكوانتيتي. الافريج فاريبل كوست تساوي الفاريبل كوست على الايه؟ على الكوانتيتي. الافريج توتال كوست تساوي التوتال كوست على الايه؟ على الكوانتيتي. يعني تشوف كلمه افريج على طول تقسم على الايه؟ على الكوانتيتي. لو قلت لك افريج فيكسد كوست يبقى انا بقول لك اقسم الفيكسد كوست على الايه؟ على الكوانت. لو انا قلت لك افريج فاريبل كوست يبقى بقول لك اقسم الفاريبل كوست على الايه؟ على الكوانت. لو انا بقول لك افريج توتال كوست يبقى بقول لك تقسم التوتال كوست على الايه؟ على الكوانت. نرجع هنا تاني، فبيقول لي افريج كوست او التكلفه المتوسطه كان بي ديترماين، دي ممكن تحددها، ديترماين دي يعني تحدد، باي عن طريق ديفايدنج اسم الفيرمز كوست، ان انا اقسم تكلفه الشركه او تكلفه تحملها الشركه باي ذا كوانتيتي على الكوانتيتي اوف ايه؟ اوف اوتبوت. يعني اقسم التكلفه على الايه؟ على الاوتبوت. تمام؟ ممكن هنا الافريج كوست اقسمها الافريج فيكسد كوست وهختصرها بالثلاث حروف الاولانيين اللي هي الاي والاف والسي لافريج فيكسد كوست. دي اسمها ايه؟ متوسط التكلفه الايه؟ فيكسد كوست يعني ايه؟ ثابته. يبقى متوسط التكلفه الايه؟ الثابته. او افريج فاريبل كوست متوسط التكلفه المتغيره، او الافريج توتال كوست اللي هي متوسط التكلفه الكليه. وزي ما انا قبل كده قلت ان التوتال كوست تساوي الفيكسد كوست زائد الفاريبل كوست، هيبقى برضه الافريج توتال كوست بتساوي الافريج فيكسد كوست زائد الافريج فاريبل كوست. تمام؟ الافريج توتال كوست تساوي ايه؟ افريج فيكسد كوست زائد الافريج فاريبل كوست. يعني براجع تاني بقول ان الافريج فيكسد كوست بتساوي ايه على ايه بقى؟ على ايه؟ على الكوانتيتي. تساوي الفيكسد كوست على الايه؟ على الكوانتيتي. طب الافريج فاريبل كوست؟ فاريبل كوست على ايه؟ على الكوانتيتي. طب الافريج توتال كوست؟ تساوي التوتال كوست على الايه؟ على الكوانتيتي. ودي الرموز بتاعتها. الاف سي يعني فيكسد كوست على الكيو اللي هي الكوانتيتي اوف اوتبوت. في سي يعني الفاريبل كوست على الكيو اللي هي ايه؟ كوانتيتي اوف اوتبوت. وهكذا. نشوف المثال اللي معانا. الى جانب التكلفه اللي احنا كنا لسه حاسبينها دلوقتي اللي هي التوتال كوست والفيكسد كوست والفاريبل كوست، عاوز مني
الافريج فاريبل كوست، الافريج فيكسد كوست والافريج فاريبل كوست والافريج توتال كوست. ينفع نجيبهم؟ اه ينفع. افريج فيكسد كوست بيساوي ايه على ايه؟ افريج فيكسد كوست بتساوي الفيكسد كوست على الايه؟ على الكوانتيتي. اهو اجي هنا كده على الافريج فيكسد كوست واقسم الفيكسد كوست على الايه؟ على الكوانتيتي. 3 على الواحد تبقى كام؟ 3. 3 على الاثنين تبقى كام؟ 1.5. 3 على الثلاثة فيها كام؟ فيها الواحد، وهكذا. لو انا جيت بصيت للعمود ده كده هلاقيه خارج قسمة العمود ده على العمود بتاع الكوانتم، خارج قسمة الفيكسد كوست او العمود بتاع الفيكسد كوست على الايه؟ على العمود بتاع الكوانتم. طيب طبعا الخانة الأولانية هنا بحط شرط. ليه بحط شرطة؟ لأن كده المفروض أقسم 3 على الإيه؟ على الصفر. طبعا 3 على الصفر فيها المالا نهاية، وبالتالي إحنا ما بن إيه؟ ما بنكتبش هنا إيه. ماشي؟ 3 على الصفر فيها الإيه؟ فيها المالا نهاية. كل ما المقام بيبدأ يقل كل ما الناتج بتاع الكسر بيبدأ يزيد. عشان كده دايما بنقول أي حاجة على صفر تساوي المالا نهاية. حاجة واحدة بس اللي بنقول غير معرفة اللي هي الصفر على الصفر. الصفر على الصفر، لكن اي حاجه ثانيه على الصفر بنقول عليها ما لا نهايه، لكن احنا بنكتب هنا ايه؟ بنحط هنا شرطه وبس. طيب عندي الافريج فاريبل كوست. الافريج فاريبل كوست بتساوي ايه؟ افريج فاريبل كوست تساوي الفاريبل كوست على الايه؟ على الكوانت. يعني انا هعمل ايه هنا؟ هاخد العمود بتاع الفاريبل كوست واقسمه على الايه؟ واقسمه على الكوانت. ده ايه؟ الكميه. طيب ادي الفاريبل كوست، ابدا اقسم صفر على صفر، قلت بتبقى مقدار غير معرف، بحط هنا شرطه 3 من 10 على الواحد فيها 3 من 10، 8 من 10 على الاثنين فيها ال 4 من 10، 1 و5 من 10 على الثلاثة تبقى فيها ال 75، على الثلاثة اسف فيها ال 50% او فيها النص، 2 و4 من 10 على الأربعة فيها 6 من 10، وهكذا. فيبقى الافريج فاريبل كوست بتساوي الايه؟ بتساوي الفاريبل كوست على الكوانتيتي، بتساوي الفاريبل كوست على الايه؟ على الكوانتيتي. تمام؟ طيب الافريج توتال كوست زي ما خدنا في القوانين دي اهي، افريج توتال كوست تساوي التوتال كوست على الايه؟ على الكوانتيتي. ابدا اشوف هنا كده، ادي الافريج توتال كوست، هاخد التوتال كوست اللي هي دي واقسمها على الايه؟ واقسمها على الكوانتيتي. اهو 3 على الصفر، طبعا نقول نحط شرطه 3 من 10 على الواحد في 3 3 من 10، 3 و8 من 10 على الاثنين هيبقى فيها ال 1 و9 من 10، وهكذا. في اي مشكله في الجدول ده؟ هنبدا ان احنا نقسم زي ما قلت افريج فيكسد كوست، فيكسد كوست على الايه؟ على الكوانت. افريج فاريبل كوست، فاريبل كوست على الايه؟ على الكوانت. افريج توتال كوست، اخد التوتال كوست اقسمها على الايه؟ على الكوانت. تمام؟ بس في خانه اخيره هنا اسمها المارجنال كوست او التكلفه الحديه. يعني ايه التكلفه الحديه؟ يعني تكلفه كل وحده على حده. تكلفه كل وحده على ايه؟ على حده. تكلفه كل وحده لوحدها. يعني كل وحده لوحدها كده لما انا انتجتها زودت لي التكاليف بكام؟ كل وحده لوحدها لما انا انتجتها زودت لي التكاليف بكام؟ يعني ايه؟ فبيقول لي المارجنال كوست التكلفه الحديه، التكلفه الحديه ميجرز بتقيس ذا انكريز الزياده ان توتال كوست في التكلفه الكليه that arises الناتجة from an extra unit of production. الناتجة من ايه؟ من وحدة اضافية فين؟ في الانتاج. تمام؟ طيب marginal cost التكلفة الحدية helps answer the following question، بتساعد في الاجابة على السؤال التالي. How much does it cost to produce an additional unit of output؟ ما هي تكلفة الوحدة الإضافية؟ additional unit يعني وحدة إضافية من الأوتبوت. لو أنا هنتج وحدة إضافية كمان من الأوتبوت هتكلفني كام؟
ده سؤال مهم، تمام؟ طيب تتحسب ازاي؟ مارجنال كوست او التكلفه الحديه بتتحسب عن طريق ان هي التغير اللي بيحصل في التوتال كوست على التغير اللي بيحصل في الكوانتيتي. تغير تشينج يعني التغير ان توتال كوست على تشينج ان ايه؟ ان كوانتيتي. والتشينج دي او التغير ده بنرمز له بالرمز ده المثلث ده وبنسميه دلتا. بنسميه ايه؟ دلتا. دايما الدلتا دي بتشير للتغير. يعني ما اقول لكم دلتا توتال كوست يعني التغير في الايه؟ في التوتال كوست. دلتا كيو يعني التغير في الكيو اللي هي الايه؟ هي الكوانتيتي. طيب نشوف مثال. ده نفس القيم اللي موجوده عندنا في العمود ده في الجدول ده. ادي عندي الكوانتيتي اهي 1 2 3 4 5 6 وعندي الايه؟ المارجنال كوست اهي. دي هي دي. والتوتال كوست برضو هي هيها، بس طبعا عشان هنا يعني المسافه بعيده شويه فانا رحت ايه؟ عامل جدول لوحده في الكوانتيتي وفي التوتال كوست وفي المارجنال كوست عشان بس ما تتلخبطوش. طبعا عشان يعني ايه المحاضرات الاونلاين دي لازم الواحد فيها يبقى ايه؟ يعني كل حاجه تبقى مشروحه بدقه. فانا عندي الكوانتيتي اهي وادي عندي التوتال كوست اهو. انا قلت قبل كده لما ما كنتش بنتج انتاج خالص كانت التكلفه عندي كام؟ 3. لما انتجت وحده بقت التكلفه كام؟ 3 جنيه و30 قرش، وحدتين 3 جنيه و80 قرش وهكذا. نفس القيم اللي عندنا في الجدول. طيب تعالى بقى المارجنال كوست. لما انا ما كنتش بنتج خالص كانت التكلفه كام؟ 3. طب لما انتجت الوحده الاولانيه ارتفعت التكلفه لكام؟ ل 3 جنيه و30 قرش. يعني معنى كده ان الوحده الاولانيه دي زودت التكاليف بكام؟ التكاليف كانت 3 بقت كام؟ 3 جنيه و30 قرش. يعني كلفتني كام الوحده الاولانيه لوحدها؟ كلفتني ال 30 قرش الزياده دول. فدي اسمها المارجنال كوست. عرفنا المارجنال كوست بتيجي ازاي؟ ان انا اطرح التوتال كوست من بعضها. فانا دلوقتي الوحده الثانيه قبل ما انتج الوحده الثانيه كانت التكلفه كام؟ 3 جنيه 30 قرش. لما انتجت الوحده الثانيه بقت التكلفة كام؟ 3 جنيه و80 قرش. يعني قبل ما انتجها كانت التكلفة 3 جنيه و30 قرش، بعد ما انتجتها بقت كام؟ 3 جنيه و80 قرش، يبقى الفرق كام؟ ال 50. طيب، عند الوحدة التالتة قبل ما انتجها كانت بكام؟ التكلفة كانت كام؟ 3 جنيه و80 قرش، بعد ما انتجتها بقت 4 جنيه ونص. فرق كام؟ 70 قرش. 4.5 ناقص 3 جنيه و80 قرش. تمام؟ وهكذا في بقيه الوحده. وهكذا في بقيه الايه؟ الوحده. لكن عندي مجموعه من الملاحظات اشوفها في الجدول ده. لو انا بصيت للافرج فيكسد كوست قيمتها ايه اللي بيجرى لها؟ قيمه ايه اللي بيجرى لها؟ بتقل. طب الافرج فاريبل كوست القيمة اللي بيجرى لها بتزيد. طب الافرج توتال كوست هلاقيها تبدأ تقل وبعد كده تبدأ ايه؟ اهو قلت 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 وبعد كده هيبدأ اللي يجرى لها تزيد. تمام كده؟ يبقى الافرج فيكسد بتقل، الافرج فاريبل هنا عندي بتقل. خلي بالكم من حاجة ان هي طبعا بتبدأ تقل وبعد كده اللي بيجرى لها بتزيد. يعني الافرج فاريبل اهي هتبدا ان هي تزيد 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 بالشكل ده كده، وبعد كده يعني بتاخد شكل حرف يو. بتاخد شكل ايه يا جماعه؟ بتاخد شكل حرف يو اهو زي ما انا شايف كده. هتبدا ان هي تقل 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 وبعد كده ايه اللي يجرى لها عند جنيه و30 قرش؟ تبدا ان هي ايه؟ تزيد. يعني بتاخد شكل حرف ايه؟ بتاخد شكل حرف يو. يبقى الافرج توتال كوست بتاخد شكل حرف ايه؟ حرف يو. طيب المارجنال كوست، لو انا بصيت للمارجنال كوست 30 50 70 90 هلاقي اللي بيجرى لها بتزيد، هلاقي اللي بيجرى لها بتزيد. تمام؟ عشان كده ده بينتج عنه الشكل الشهير لدوال التكاليف ان التوتال كوست بتبقى واخده الشكل ده، بينما لو حبيت ارسم الافرج توتال كوست هلاقيها واخده الشكل ده كده شكل حرف يو. لو حبيت ارسم الافرج
فيكسد كوست هلاقيها نازله بالشكل ده كده. لو حبيت ارسم الافريج فاريبل كوست هلاقيها طالعه بالشكل ده، تمام كده، اللي هي الرسمه اللي بتوضح التكلفه. طبعا القيم اللي موجوده عندنا دي احنا رسمناها من القيم اللي موجوده في الجدول، الجدول ده يعني خدت القيم ديت على المحور الافقي، على الهوريزونتال حطيت الكوانتيتي، وعلى الفيرتيكال ببدا احط الايه التكلفه المختلفه، تمام. لكن انا اللي يهمني طبعا ان انا ابقى عارف كل نوع من التكاليف بيتحسب ازاي، يهمني ان انا ابقى عارف لو جدول زي ده جه لحضرتك او لحضرتك تعرفوا تكملوه ازاي. طبعا الديفينيشنز اللي عندنا، تمام، طبعا الديفينيشنز اللي عندنا، ونكمل باذن الله المحاضره.